ثم عبيد الجابري وغير من الناس مع احترامنا اليوم هم برضهم لا زالوا في طور من لا ينتقل. هم نفسهم اول ما تركوا يعني مما طلعوا مما قاموا بالمنهج. والان في شباب ما عندهم شغل الا عبيد الجابري. خلوا بن باز ومنهجه، وخلوا الالباني ومنهجه، وخلوا ابن تيميه ومنهجه، وخلوا الفوزان ومنهجه، وخلوا الشيخ العباد ومنهجه، وخلوا كبار العلماء يفتكروا في عبيد الجابري. هذا ذات من الهوى. هو يشترط في الردود أن يكون الراد عالما كبيرا، فهل الشيخ عبيد الجابري والشيخ النجمي علماء؟ إذا قال الدكتور الهواري نعم، إذن هم في طور من ينتقد كما اشترط هو بنفسه، وإذا قال لا ليسوا بعلماء فإليك فتاوى العلماء في علمهم وفضلهم والرد على من طعن في هذين الإمامين العالمين الجليلين. ورأيكم في الشيخ عبيد الجابري وهل هو ليس بعالم وانما هو طالب علم فقط؟ والله الذي يطعن فيه ويقول انه جاهل هذا يتبع سبيل الشياطين ويتبع الطرق الحزبيه في الطعن في علماء المذهب السلفي. الشيخ عبيد من افاضل العلماء السلفيين والمعروفين بالورع والزهد والقول بالحق. بارك الله فيكم. وما يطعن فيه رجل يريد وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الأساليب عرفناها من الحزبيين. وهذا الثاني الذي قال عنه شيخ الهواري ثم عبيد الجابري وغيره من الناس، هذا الثاني الذي قال عنه غيره من الناس والعلامة النجمي كما هو موجود مسجل في سؤال الطالبة للدكتور الهواري. واستمع إلى ثناء العلماء الأكابر على العلامة النجمي، وآخذ على سبيل المثال للحصر جزءا من تقريض العلامة ربيع بن هادي المدخل على كتاب المورد العزب للعلامة النجمي. قال عنه الشيخ ربيع: فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وتأمل في طعن الدكتور الهواري الواضح فيهم وتنقيصه من قدرهم عبيد الجابري وغير من الناس، يعني الشيخ العلامة النجمي كما وضح في سؤال الطالبة. يقول: مع احترامنا ليهم هم لا زالوا في طور من لا ينتقد. وهنا وقفة: إذا كان العلامة الجابري والعلامة النجمي طلاب علم صغار، فإن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد أجاز لطلاب العلم أن يردوا وينتقدوا كما سمعت من فتواه من قبل. فهل معنى كلامك أيها الدكتور الهواري أنهما ليسوا بعلماء ولا بطلاب علم صغار؟ أم ماذا تعني بأنهم لا زالوا في طور من لا ينتقد؟ ثم إنني مزمل عوض فقيري كنت قد كتبت كتابا في الرد على القطبي المبتدع عبد الحي يوسف وانتقدته فيه، فوافق الدكتور الهواري آنذاك على انتقادي له وقرر لي الكتاب، فهل أنا الذي لا أساوي شيئا أمام هذين الإمامين العظيمين، هل أنا عند الدكتور الهواري في طور العلماء الذين ينتقدون وهذان الجبلان في طور من لا ينتقد؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم قال الدكتور عن العالمين الجليلين أيضا: هم نفسهم أول ما سلكوا يعني مما طلعوا مما قاموا بالمنهج ده. هكذا يقول. أي منهج هذا الذي يعنيه الدكتور الهواري؟ فالذي نعلمه أن هذين الإمامين العلامة الجابري والعلامة النجمي عليه رحمة الله على المنهج الصحيح، منهج السلف، ومن سار على نهجهم من الأئمة ومن علماء الأمة المعاصرين كالألباني رحمه الله وابن باز والعثيمين رحمهم الله والفوزان حفظه الله. لكن واضح جدا أن الدكتور لا يعتبر منهجهما على منهج هؤلاء ويفرق بين منهجهما ومنهج هؤلاء العلماء. والآن في شباب ما عندهم شغل إلا عبيد الجابري. خلوا ابن باز ومنهجه، وخلوا الألباني ومنهجه، وخلوا ابن تيميه ومنهجه، وخلوا الفوزان ومنهجه، وخلوا الشيخ العباد ومنهجه، وخلوا كبار العلماء يفتكروا في عبيد الجابري. هذا ذات من الهوى. وهنا أيضا وقفة، وهي أن الدكتور الهواري لا يرضى الكلام في محمد حسين يعقوب الذي طعن فيه العلماء وجرحوه وبدعوه ويسمي ذلك غيبة وسفها كما سمعت، ويطعن في هؤلاء الأعلام. ويقول الدكتور الهواري أيضا:
فالردود لا تكون سلفيين على سلفيين. إذا لماذا ترد على العلامة النجمي والجابري وهم سلفيون؟ وأيضا قد أقام محاضرات الائتلاف والاختلاف وكانت كلها ردود على سلفيين، وكذلك لقاءات في التحذير من الشباب السلفي، وبالمقابل أقام مؤتمرا ليجوز فيه التعامل مع أهل البدع. وأيضا زيادة على هذا كله يقول الهواري: معليش يا عبد الحكم، داير تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم، جيبوني بس الكلام في الأشخاص، أنا تاني ما داير. معليش يا عبد الحكم، داير تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم، جيبوني الكلام في الأشخاص، أنا ما تاني ما داير. يقول الدكتور: بس الكلام في الأشخاص، أنا تاني ما داير. فنقول له: اعتبر أن هذين الإمامين ليسوا بعلماء ولا طلاب علم أصلا، فهل هم مجرد أشخاص عندك أم لا؟ والله إن كانوا عندك أشخاصا لما تكلمت فيهم، لأنك قلت يا دكتور الكلام في الأشخاص، أنا تاني ما داير. ومن العجيب جدا بعد أن نقص الدكتور الهواري من قدر هذين العالمين الجليلين الشيخ عبيد الجابري والشيخ النجمي، سئل في نفس اللقاء وفي نفس الجلسة مع الطالبات بعد دقائق، سئل عن الشيخ الجابري فقال: طيب أنا أقول بالنسبة لمضواني لا أعرفه، لا أعرف أسأل مين، ما أسأل. وبالنسبة للجابري أيضا من الانصاف لا أعرف، لكن الذي يعرف أنه ليس في مقام الشيخ العباد أصلا حتى يعرف. ونحن الآن لسنا بصدد المقارنة أو المفاضلة بين علمائنا، ولكن الغريب أنه نقص من قدر العلامة عبيد الجابري أولا، ثم لما سئل عنه بعد ذلك في نفس اللقاء والجلسة قال لا أعرفه، وهذا عجيب. ولا يفوتني أن أبين مسألة ذكرها الدكتور بقوله: دارت تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلك ينفعكم، جيبوني الكلام في الأشخاص، أنا ما تاني ما لدي. يشعرك هذا الكلام من الدكتور أن السلف لا يتكلمون في الأشخاص، وأن الكلام في الأشخاص هو ضد الفوائد وضد القواعد ولا ينفع؟ ويمكنك أخي الكريم المستمع أن تعيد الاستماع إلى كلام الدكتور الهواري مرات ومرات، وإلا لو كان ينفع لماذا منعه الدكتور نهائيا؟ ولو كان من الفوائد ومن القواعد الشرعية لماذا منعهم أن يسألوه عن الناس نهائيا؟ أما السلف فكانوا يتكلمون في الناس، لكن الذين يستحقون ذلك، وسبب كلام الدكتور الهواري هذا أن الطالبات كن قد سألنه عن العريفي وعبد الحي ومحمد حسين يعقوب، وكل هؤلاء تكلم فيهم العلماء وجرحوهم علماء الداخل والخارج. طعن آخر ولكنه خفي ظاهر من الدكتور الهواري، خفي لأن الدكتور الهواري أخفى اسم من طعن فيه، ولكنه وصفه بأنه من الصغار وقال عنه: وإن رغم أنفه. هذا كله لأن هذا المطعون فيه كان قد جرح محمد ابن محمد ابن مختار الشنقيطي، وليس هو الشنقيطي العالم المشهور صاحب التفسير المعروف، وإنما هو رجل مجروح. يا شيخ محمد بن محمد بن محمد بن مختار الشنقيطي الشيخ الثقة العالم الثلاثي ويتلقى من الخمس الصغار والطاعون فيه. لكن من هو الذي وصفه الدكتور بأنه طعن في الشنقيطي وبأنه من الصغار وقال عنه: وإن رغم أنفه؟ هو العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الذي زكاه العلماء كأمثال الشيخ العثيمين وأمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ الألباني وغيرهم كثير عليهم رحمة الله جميعا، وكلامهم مسجل وموجود. وقد طعن فيه الهواري في محاضرته التي بعنوان فقه الرد على المخالف، وقال عنه في لسان حدة: حتى على إخوان من أهل السنة وفي أمور لا نرضاها، هكذا قال. وهذا هو جرح العلامة ربيع في محمد ابن محمد بن مختار الشنقيطي. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: أحد الأخوة أعطانا فكرة جرح عروض الأحكام للشيخ محمد الشنقيطي وهي تحت الهيئة الإعلامية الشريفة، فأنا بقى وقف للمسجد الماذا؟ والله أن الرجل، أنا لا أقرأ هذا الشرح ولا أدري، ويقال لي أن هذا الرجل لا يميز بين أحد الصحيحة والضعيفة، وأنه يمشي مع الفلسفيين ويمشي مع الصوفية
ولا علاقة له بأهل السنة، فلا أستطيع أن أزكي إنتاجه ولا أزكيه، لأن ما ترك إنتاجه، وأنتم في غنى، لأن من يروج لهذه الأشرطة ولا الرجل؟ السنة لا يروجون له، إنما يروجون له حزبيون، وهو عبارة هو ما يتظاهر بالتحزب، ولكن لما ترى هؤلاء يستفون عليه ويحتفون بأشرطته ويعتبر إمام أمة المسلمين يدلك على أن الرجل منهم، فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وإلى الارتماء في أحضان الحزبية. وكتب السلف موجودة تغنيكم، والفكر السلفي يغنيكم، وأن هذا سيجركم إلى أشياء أخرى. بارك الله فيكم. فصار بذلك الطعن ظاهرا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سئل العلامة الفوزان عن علماء المدينة في كتابه الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة في السؤال رقم 101. السؤال: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا الحق في هذه المسألة. الجواب: علماء المدينة، وقال صاحب الحاشية حاشية الكتاب: المقصود بهم كل من الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وربيع بن هادي المدخلي، وعبيد الجابري، وعلي الفقيه، وصالح السحيمي، ومحمد بن هادي حفظهم الله، والذين كان لهم الفضل بعد الله في تبصير الكثيرين من طلبة العلم بحال فرقة الإخوان المسلمين والرد على قياداتهم هنا وهناك. وقد قرأ العلامة الفوزان كل الحواشي التي وضعت على كتابه، ومنها هذه الحاشية، وأجازها كما كتب الدكتور العلامة الفوزان في أول الكتاب. فأجاب علماء المدينة ومنهم شيخ ربيع: أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد، إنما ينقلون الكلام بنصه موثقا بالصفحة والجزء والسطر. ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا، نحن ما نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم، انقدوها، هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه وقصروا فيه، وأنا معكم على هذا. أما أن تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا، هذا غير صحيح. أقول: ولعل هذا الذي لم يرضي الحزبيين كالدكتور الهواري وغيره، فصاروا يطعنون في بعضهم كالشيخ ربيع وشيخ عبيد الجابري وغيرهم هنا وهناك. ثم يقول الدكتور الفوزان العلامة حفظه الله في مواصلة كلامه: هذا كتمان للحق. الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون، لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. انتهت الفتوى من الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى.